طيب نكمل بقى، نبتدي بأفعال المجموعة الأولى اللي هي أول واحد فيهم فيرب فارلي. فارلي طبعا بمعنى يتكلم. تعالوا نشوف المجموعة الأولى. أولا إيه اللي بيميز المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى الأفعال اللي فيها أخرها إي آر. وبعدين احنا هنا الحاجات اللي هي معمولة باللون الأحمر نخلي بالنا، ده دي النهايات بتاعة الأفعال. اللي بالأزرق هو دوت المصدر بتاع الفعل. تعالوا نشوف مع بعض كده الضمائر بتتصرف ازاي مع الأفعال ديت. أولا عندي المتكلم je، بقول je parle. عملت ايه هنا؟ حذفت حرف الار بس. tu parles، حطيت مكان الار اس. il و elle و on parle. نلاحظ ان il و elle ضمير الغائب مفرد بيتصرف زي وزي ضمير المتكلم مفرد، يعني je parle زي il parle زي elle parle، بيتكتبوا بنفس الطريقة، إنما تو هي اللي بتخلف معاهم وهي اللي بتاخد اس في الآخر. نيجي بقى عند ضماير الجمع. ضماير الجمع بقى أول واحدة عندنا نو. نو بارلون، فو بارلي، إل وآل بارل، والأون اللي هي الأو إن اس دي شفناها قبل كده وإحنا بناخد فيرب أفوار، وقلنا أفون، والفو اللي هي اخرها اي زد وشفناها مع فيرب افوار وقلنا افي. فاذا نو بتاخد او ان اس وفو بتاخد اي زد. il و elle parle يعني je parle انا بتكلم، tu parles انت تتكلم، il و elle parle هم يتكلمون، nous parlons vous parlez il parle. خلي بالنا كويس قوي من النهايات بالنسبه للضمائر المفرد. الضمير المتكلم مفرد هو بياخد نفس تصريف ضمير الغائب مفرد. تو هي اللي بتاخد اس، وبعدين بارلون نحن بتاخد او ان اس، زاد بارل انتي. ونلاحظ ان هي بارل دي لاحظت ان انا ما نطقتش الانتي اللي في الاخر لان هي بتتنطق بنفس الطريقه، انما لما بكتبها بطريقه مختلفه. نشوف نموذج تاني، نموذج تاني لفعل تاني اتيدي اللي هو يدرس، ونلاحظ ان هو جاي على نفس النمط، ضمير المتكلم مفرد ياخد نفس تصريف ضمير الغائب مفرد، يعني جيتيدي زيها زي il étudie و elle étudie و on étudie، انما tu هي اللي اخذت برضو اس tu étudie. النو والفو برضو عملنا نفس الحكاية، مع النو حطينا او، مع الفو حطينا اي. nous étudions vous étudiez و il و elle étudient. ونخلي بالنا برضو من نهايات الأفعال ديت. نموذج ثالث من أفعال المجموعة الأولى برضو ماشيين بنفس النمط، ضمير المتكلم مفرد بياخد نفس تصريف ضمير الغائب مفرد. هنا عندنا فيرب جوي اللي هو يلعب، عندنا je joue tu joues il joue nous jouons vous jouez il joue. برضو نخلي بالنا من التصريف. طيب نيجي لأفعال المجموعة الثانية. أفعال المجموعة الثانية هنا بقى هنلاحظ ان هيبقى في اختلافات. ايه هي الاختلافات دي؟ شوفوا اهو ضمير الغائب مفرد، شوفوا مكتوب بالاحمر. مكتوب بالاحمر ليه؟ لان هو مش هيبقى زي ضمير المتكلم مفرد زي ما شفنا مع المجموعة الاولى. شفنا ان هو في الاخر بياخد حرف التي في الاخر، انما بقى المتكلم مفرد بياخد نفس التصريف المخاطب مفرد. فبقول je finis tu finis و il و elle finis
كله بيتنطق فيني، إنما النهايات مختلفة. ضمير المتكلم وضمير المخاطب مفرد، النهاية بتاعته لازم تكون S، إنما ضمير الغائب سواء كان مؤنث أو مذكر النهاية بتاعته حرف T. نو فيني سو، لاحظت هنا إن فيه مع ضمائر الجمع 2S دخلوا على التصريف. شوفوا هنا عندنا 2S دخلوا على التصريف مع ضمائر الجمع فقط. نخلي بالنا ضمائر المفرد لأ، ضمائر الجمع آه. فقلنا نو في ني سو وفو في ني سي، لاحظنا إن مع النو بتظهر الـ ONS ومع الفو بتظهر الـ EZ، وبعدين الفينيس الـ ENT اللي في الآخر بتظهر برضو مع ضمائر الجمع. فنخلي بالنا المجموعة التانية بيدخل 2S على تصريف الأفعال بتاعة ضمائر الجمع. الصورة اللي قدامكم دي مكتوب عليها il finit ses devoirs. ses devoirs يعني الواجبات بتاعته، و سي هنا أداة ملكية وشفناها قبل كده لما كنا بنتكلم في الدرس بتاع الملكية. يعني قلنا je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. ده المجموعة التانية. نفس الحكاية بتحصل مع verb choisir اللي هو برضو بينتمي للمجموعة التانية. verb choisir اللي بينتمي للمجموعة التانية اهو، شفتوا النهايات معمولة اهي بالأزرق. je choisis, tu choisis. ضمير المتكلم وضمير المخاطب بيبقوا زي بعض، التصريف بتاعهم زي بعض، وانا في المجموعة التانية. ضمير الغائب هو التصريف مختلف وبياخد I و T في الآخر، والاس والاتنين S دول بيظهروا برضو مع ضمائر الجمع فقط. شوازي سون، شوازي سي، شوازيس. طيب شوازير قلنا يعني يختار، تعالوا نقراهم مع بعض مرة تانية. je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. فعرفنا كده خصائص المجموعة التانية، وهناخد نموذج تالت على أفعال المجموعة التانية اللي هو الـ verb réussir. عندنا verb réussir يعني ينجح، برضو هنمشي على نفس النمط بتاع المجموعة التانية. إيه هو بقى نفس النمط بتاع المجموعة التانية؟ النمط بتاع المجموعة التانية أهو ضمير المتكلم وضمير المخاطب بيمشوا بياخدوا زي بعض الـ IS في الآخر، je réussis, tu réussis، إنما ضمير الغائب هو اللي بياخد IT في الآخر il réussis. ضمائر الجمع بقى كل ضمائر الجمع بيدخل عليها 2S، ما تلخبطوش بين الـ 2S اللي هي قبل الـ ONS و اللي قبل الاي. اللي قبل الاي دول اصلا موجودين في مصدر الفعل، انما دول اللي هما الاضافه بتاعه المجموعه الثالثه اللي هي بنقولها نو ريوسيسون، فو ريوسيسي، ايلو ال ريوسيس. كده شفنا خلاص افعال المجموعه الثانيه. تعالوا بقى نشوف شوية أفعال من المجموعة التالتة. المجموعة التالتة ملهاش قاعدة ثابتة بنمشي عليها زي ما شوفنا في المجموعة الأولى والمجموعة التانية. المجموعة التالتة بقى كل فعل ليه تصريف خاص بيه لوحده. تعالوا نشوف كل يعني المجموعة التالتة دي ممكن نقول إن هي بتجمع كل أفعال الشواذ.
تعالوا نشوف مع بعض كل ده. فيرب بروندر يعني يأخذ. نلاحظ هنا العمود دوت أفعال، تصريف أفعال الضمائر المفرد، والصف اللي بعده تصريف أفعال الضمائر الجمع. تعالوا نشوف الضمائر المفرد. الضمائر المفرد أهو المخاطب والمتكلم بالظبط نفس التصريف زي ما شفنا قبل كده في المجموعة الثانية، وضمير الغائب بيختلف عنهم إن هو ما بياخدش إس. يعني أنا بقول je prends, tu prends, il prend. نخلي بالنا إنه المتكلم والمخاطب بياخدوا إس في الآخر، إنما الغائب ما بياخدش إس في الآخر. نيجي عند مجموعة الضمائر الجمع. مجموعة الضمائر الجمع أهي، أول ملحوظة إن حرف الدي اللي موجود في المصدر أهي ما ظهر ليش في مجموعة الضمائر الجمع، إنما ظهر لي في مجموعة الضمائر المفرد. مجموعة الضمائر الجمع ده مش هيظهر فيها، حرف الدي مش هيظهر فيها، فقلتها نو برونو، الأو إن إس ظهرت، فو بريني، الإي زد ظهرت، إيل برين. وخلوا بالكوا مع الإي الجمع هنا هوت بتاخد 2 إن، هي الوحيدة اللي في كل التصريفات اللي قدامنا اللي واخدة 2 إن، فقلنا إيل برين. جو بران، تو بران، إيل بران، نو برونو، فو بريني، إيل برين. فيرب علي، فيرب علي ده برضو من الأفعال الأساسية، لأن علي طبعا بمعنى يذهب، وشفناها قبل كده في سافا في أول محاضرة خالص. لما أقول أنا أذهب، شوفوا هنا هوت هنلاحظ حاجة، حرف المصدر اللي هو الإيه، الإيه واتنين إل ما بيظهروش إلا مع ضماير الجمع، ضمير المتكلم جمع وضمير المخاطب جمع، إنما بقية الضمائر بياخد معاها حرف الفي. بقول je vais, tu vas, il va, ils vont. حروف المصدر ما تجيليش إلا مع المتكلم جمع والمخاطب جمع. وبرضو الـ ONS ظهرت والـ EZ ظهرت، وخلي بالنا هنا هو دي خلفت فبقت vont في بتتكتب بالطريقة دي. Je vais أنا أذهب، tu vas أنت تذهب، il va هو يذهب، nous allons نحن نذهب، vous allez ils vont. تعالوا نشوف بعد كده verb faire. طيب فيرب فير هنا موجود عندنا في جمل، فيرب فير يعني يفعل، والفيرب دوت بيساعدنا في حاجات كتير. لما انا اقول مثلا je fais attention، انا اسفه je fais du ski، السكي زي ما انتم شايفين في الصوره اللي هو التسلق على الجليد. tu fais attention اهو شفنا هنا يعني من الناحيه اللحويه ان تصريف ضمير المتكلم هو هو تصريف ضمير المخاطب، إنما ضمير الغائب مفرد مختلف بتبقى فيه برضو، بس إنها بتتكتب بالتي بدل ما تتكتب بالاس. هنا بقى عندنا الشواذ بيبتدي يبان، عندنا نو فيزون ان فواياج، في اس ظهرت مع النو اللي هي الاس اللي أنا شفتها أصلا في شوفي وشوفي. طيب vous faites vos devoirs اللي الشواذ ظهر مرة تانية، إن مفيش الإيزات اللي أنا متعودة أشوفها مع الأفعال اللي الفاعل بتاعها vous، فبقول vous faites vos devoirs، مفيش الإيزات هنا عندي شواذ. ils font la vaisselle و elles font une pizza. الفون اهو هنا برضو شواذ،
عشان بتتكتب بالطريقة دي F O N T. طيب تعالوا نقرا مع بعض كل الجمل دي، لان انا شرحت بس اول واحده. جو في دو سكي اللي هو التزلج على الجليد. تو في اتنسيون، بتاخد بالك. خلوا بالكم هنا مختلفه عن العربي. العربي بنقول خد بالك، الفرنساوي لازم فيرب فير اللي هو يفعل، بنقول فير اتنسيون. فير اتنسيون يعني خلي بالك. il fait son lit، il fait son lit يعني بيرتب سريره. كلمة لي احنا شفناها قبل كده. elle fait une faute، faute يعني خطأ، هي عملت غلطة. nous faisons un voyage، نقوم برحلة. vous faites vos devoirs، انتوا بتعملوا الواجب بتاعكو. ils font la vaisselle، la vaisselle ils font la vaisselle يعني بينظفوا او بيغسلوا المواعين. elles font une pizza، هما بيطبخوا حاجة. لما بقول يعني اعداد يعني الطعام أو إعداد أي نوع محدد من الطعام، بقول على طول verb faire. نيجي بقى دلوقتي عند verb savoir. عند verb savoir بقى عندنا، لاحظت إن في فرق ظاهر ما بين ضماير المفرد وضماير الجمع. ضماير المفرد ما بيظهرش فيها حرف الفي اللي هو بتاع المصدر، انما بيجي مكانه حرف الاي كبديل عنه، انما الفي بتاعت المصدر مش باينه الا في ضماير الجمع. فقلت je sais، tu sais، il sait. المتكلم والمخاطب بيبقوا سي اخرها اس، والغائب بيبقى سي اخرها تي. طيب نو بقى هنرجع تاني لاصل الفعل ونحط الاو ان اس، وهنحط حرف الفي اللي اصلا موجود عندي والماستر. نو سافون، فو سافي، ايل ساف، يعني الشواذ على مستوى الضمائر المفرده، ونخلي بالنا كويس جدا. خلي بالنا نحفظ كويس جدا الشواذ. عندنا هنا فيرب تاني اسمه فيرب فينير. فيرب فينير اللي هو يأتي. هنا بقى الشواذ شايفينه فين؟ كل الأفعال عاملة تغيير هنا على مستوى المصدر. لا أنا آسفة، كل الضماير عاملة تغيير على مستوى المصدر، انما الضميرين الوحيدين اللي هم بيجيبوا في وإي وإن زي المصدر وملتزمين بيه هو النو اللي هو نحن المتكلم جمع، وفو المخاطب جمع. دول الوحيدين اللي فيهم حروف المصدر ماشيه زي ما هي. بقيه التصريفات كلها لاحظنا ان في اي دخلت في النص، في اي دخلت ما بين الفي والاي الموجودين في الماستر. تعالوا نقرا مع بعض الافعال ديت. je viens، tu viens، il vient، elle vient. je viens انا اتي، tu viens انت تاتي، il vient هو ياتي، elle vient هي تاتي. nous venons، هنا viens venons. vous venez، ils viennent، elles viennent. ونلاحظ هنا ان في حرف الان بيتضاعف مع ضميرين، ضمير اللي هما الغائب مؤنث ومذكر جمع. verb comprendre هنا برضو بالظبط زيه زي verb prendre. verb prendre لو نفتكر قلنا ان حرف الدي ما بيظهرش مع ضماير الجمع، بيظهر بس مع ضماير المفرد. فبقول je comprends، tu comprends، زي ما بالظبط تصرفت prendre، انما comprendre معناها يفهم، prendre معناها يأخذ. طيب je comprends، tu comprends، نفس التصريف
بيبقى مع ضمير المتكلم مفرد وضمير المخاطب مفرد. وقيل وقال كومبران هي هي، بس ما فيش حرف الاس اللي في الاخر. نو بقيه الضمائر الجمع ما فيهاش حرف الدي، فبنقول نو كومبرونو فو كومبرني ايل وقال كومبرن. تعالوا نشوف دلوقتي فيرب بارتير. فيرب بارتير يعني يرحل او يمشي يعني. جو بار، حرف التي هنا ما ظهرش مع ضمير المتكلم مفرد ولا مع ضمير المخاطب مفرد. حرف التي اللي هو من ضمن حروف المصدر مش ظاهر في الضميرين دول، ظاهر بس في باقي الضمائر. فبقول جو بار وتو بار، ونخلي بالنا بتتكتب ازاي. il part و elle part. nous partons، دول بقى مشوا زي المجموعة الأولى. vous partez برضو مشت زي المجموعة الأولى. و il و elle part زي المجموعة الأولى. عندي بقى دلوقتي فعل تاني اللي هو verb lire au présent. Verbe lire au présent aho. Je lis, tu lis, il lit. Hena ma fiche haga. Mesh ghariba. Hena meshi kaenno zay el majmoua tanya. Nigi ba'a and damayr el gama. Nilaqi and damayr el gama fin el shawazi اللي حصل. Yani el shawazi اللي حصل ان في حرف S دخل في النص. حرف الاس انا شفته مع الجو ومع التو، بس هنا كان صامت. هنا بقى هنزود عليه نهاية البريزون اللي هي الاو ان اس مع نو والاي زد مع فو وهكذا. فهنيجي نقول نو لي زون فو لي زي، الاس اللي في النص دي بتتنطق كانها زد. وايل ليز، جو لي تو لي ال لي نو ليزون فو ليزي ايل ليز. ده فيرب لير يعني يقرا. تعالوا نشوف مع بعض النماذج ليه تدريبات الكلام ده ممكن يجي في الامتحان ازاي. بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكوا ده، هجيب لك الضمير وانت تقول لي انهي تصريف هو اللي صح فيهم. تعالوا نشوف مع بعض. جو عندي هنا فيرب سافوار نو سافون، الاو ان اس دي بتاعت النو والاجابه والإيزاد بتاعت الفو، والإجابة الصحيحة هي اللي متسطر عليها جو سي. وإيل سي لأن أنا عارفة إن إيل سي لازم تاخد في نهايتها حرف تي. وال ساف لأن ساف ديت بتاعت ضمير الجمع. ونو وفو سافي برضو، الفو لازم تاخد سافي. نيجي عند فيرب فينير مع تو، هي بتاخد تو فيان اللي اخرها اس اللي متسطر عليها، لان اول واحده دي بتاعت الايل وال، تاني واحده بتاعت الفو، تالت واحده هي الاجابه الصحيحه. وايل فيان، ايل بقى هي اللي بتاخد فيان بالتي. ونو هي اللي بتاخد فينون بالاو ان اس. وايل هي اللي بتاخد فيان بالاي زد. إيل أريف أهو، ده برضو مجموعة أولى لأن الأس ديت في المجموعة الأولى دي بتاعة التو. نو زاريفون وإيل زاريف فو زاريفي. إل أريف أهي إي إن تي، تو أريف تو أريف آخرها الأس. جو بار دي عشان الأولانية بتاعة ضمير الغائب اللي آخرها تي. تو بار il part elle part.
Il comprend, nous comprenons, elle comprend. تدريبة تانية. تدريبات تانية المرة دي محطوطة جو محطوطة في جمل. Je parle français. أنا بتكلم فرنساوي. Tu parles anglais. أنت بتتكلم إنجليزي. Il parle allemand. هو بيتكلم ألماني. Elle prend un café. Prendre un café يعني تاخد قهوة. Ils prennent un taxi. Nous prenons le métro. طبعا الكلمات هنا الفرنساوي قريبة جدا من العربية. Tu vas au cinéma. طبعا va الأخرها S. Elles vont à l'université. Il va au jardin. طيب نيجي سؤال تاني. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي اللي بتسطر عليها وهي اللي صح. Je fais le ménage. Faire le ménage معناها بنظف البيت. Ils font le devoir. Je choisis un livre. يعني أنا أختار كتاب. Il choisit. Et vous choisissez. Tu étudies le français. أنت بتدرس فرنساوي. Vous étudiez l'espagnol. أنت هما بيدرسوا أسباني. Nous étudions l'italien. بندرس إيطالي. Il finit. Nous finissons. Elle finis. Tu joues عشان الاس اللي في الاخر وال جو عشان الاس اللي في الاخر وال جو عشان النهايه بتاعتها. تدريبات تانية. Je sais, il sait, elles savent, nous savons, vous savez. Tu viens, il vient, nous venons, ils viennent. Il arrive, nous arrivons, elles arrivent, tu arrives. Je pars, tu pars, ils partent, elles partent. Ils comprennent, ils comprennent, nous comprenons, vous, elles comprennent.